معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان الكاتب والمحلل السياسي سيد عبد القادر النايل، مرحبا بك. نبدأ من احدى الصحف الفرنسية التي نشرت تقريرا كشفت فيه عن انهيار الاوضاع في جنوب العراق ولا سيما البصرة. كيف ترى هذا التقرير والى اي مدى يعني ترى دقته؟ اهلا وسهلا بكم. من المؤكد تقرير فيه جوانب كثيرة دقيقة، وبالتالي الواقع الحالي الذي يعيشه جنوب العراق لا سيما انهيار منظومة الماء فيه سواء على مستوى الزراعة أو على مستوى الحاجات الشخصية ومياه الصالحة للشرب، وعدم وجود معالجات حقيقية ولا مشروع للحكومة لا الحالية ولا المشاريع الأخرى التي مضت، مع وجود انهيار اقتصادي في العراق، يؤكد على أن هذا التقرير حمل في طياته واقعا ميدانيا حقيقيا ينذر ربما أكثر مما حمله التقرير في جنوب العراق. لذلك حقيقة هناك انهيارات كبيرة، وسيعيش جنوب العراق في واقع مزري وفي واقع انهيار فيه كبير تماما، وبالتأكيد ستكون الريف في كل هذه المحافظات التي هي تمثل 70% من سكانها من أبناء الريف تمثل كارثة حقيقية، سواء على مستوى عدم وجود الزراعة، عدم توفر الماء الصالح للشرب، وكذلك في أي أعمال أخرى كانوا يعتمدون عليها أيضا غير موجودة ستكون، وبالتالي ستكون هناك عمليات هجرة غير منظمة إلى المدن وإلى مناطق أخرى، وربما سنشهد انتشار عشوائيات محافظة بغداد أكثر، وهذا حقيقة كله ينظر بسوء إذا لم يكن هناك تحرك جدي من أبناء جنوب العراق يفضي إلى انتزاع حقوقهم. ولكن أن تصف صحيفة أوروبية الأوضاع في جنوب العراق بهذه الدقة بينما لا تحرك الحكومة في بغداد ساكنا تجاه ما تؤول إليه الأوضاع في جنوب العراق، ما تفسيرك لذلك؟ تفسير واضح، هذه الحكومات لا تمثل الشعب العراقي بالمطلق، هذه الحكومات تفكر بالمصالح الإيرانية على حساب الشعب العراقي، وكل مصلحته من فساد وتغول وبيع العراق لإيران سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى نقل وتهريب الأموال، كلها يعطيك نتيجة واضحة أنهم غير مكترثين بالشعب العراقي. وإلا كان من الطبيعي أمام تظاهرات البصرة المستمرة إلى الآن والتي ربما ستزداد في الأيام القادمة، لأنهم أيضا علموا بواقع الحال وأن هذه الحكومة لن تنقذهم ولا لأي مشروع يمكن أن ينقذ حياتهم وحياة أجيالهم وأبنائهم، لذلك حقيقة هم لا يهتمون بأي واقع، ولا كان من هذه الحكومة أن تقدم أقل تقدير. نعم سيد عبد القادر، شكرا جزيلا لك من عمان كاتب والمحلل السياسي.